نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى مشاهدينا الكرام، وهذا ونستهلها بالعناوين. عودة السياح البريطانيين إلى تونس بوصول أول الوفود إلى مطار فيذا بعد توقف دام نحو 3 سنوات. الطبيب يؤكد أن المنظمة الشغيلة ستقف بالمرصاد إلى كل محاولات التفريط في المؤسسات العمومية. محكمة عسكرية إسرائيلية تؤجل محاكمة الفلسطيني عهد تميمي مرة أخرى وتمدد الاعتقال حتى مارس المقبل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. حطت بمطار فيذا الحمامات الدولي طائرتين تنقلان 440 سائحا أنجليزيا، معلنة عودة السياح البريطانيين بمعدل 3 رحلات أسبوعيا وتصاعد النسق مع بداية الموسم السياحي. بعد قرابة 3 سنوات من الانقطاع، عاد السياح البريطانيون إلى تونس التي توقفوا عن المجيء إليها بعد العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة سوسة في صائفة 2015. I am so happy to come back. I used to come to أنا مسرور جدا بالعودة إلى تونس التي دابت على زيارتها على امتداد أكثر من 3 مرات على الأقل، وأنا مسرور أكثر لعودة الحركة السياحية إلى تونس. كنت أنتظر بفارغ الصبر فتح الأجواء باتجاه تونس، وها أنا أعود إليها بشوق كبير. أنا مسرورة جدا بالعودة إلى هذا البلد الجميل. هذه المرة الأولى التي أزور فيها تونس. مهم جدا العودة إلى الوجهة التونسية بعد 3 سنوات. شعب طيب وبلد جميل، ونجد متعة كبيرة بالمجيء إلى هنا. أولى الطائرات البريطانية التابعة لشركة توماس كوك العالمية حطت صباح اليوم في مطار فيذا الحمامات الدولي، وعلى متنها 440 سائحا يحملون الجنسية البريطانية ببرنامج 3 رحلات أسبوعيا. نبدأ طوب 3 رحلات في الأسبوع، وإن شاء الله بعد فترة مايو وجوان بشوية يوصلوا حتى 10 رحلات في الأسبوع. توماس كوك كانت حتى يعني معنا فهمتني الأوبجيكتيف متاع تقريب 30-35 ألف سائح، ممكن ياسر نوصل 50 ألف و60 ألف سائح بريطاني أذي من عند توماس كوك إلى تونس إن شاء الله. السياح البريطانيون الوافدون على تونس سيشغلون في هذه الفترة 10 نزل بمنطقة ياسمين الحمامات، وبداية من شهر جوان سيوزعون كذلك على نزل في المنطقة السياحية بسقنص المنستير. تعددت هام صارت سواء كان ذلك على مستوى تأمين المؤسسات السياحية، كذلك على مستوى الخدمات، استعدادات حثيثة لاستقبال السياح البريطانيين. رجوع السياح البريطانيين إلى تونس يمثل بالتأكيد مؤشرا هاما لعودة عجلة السياحة التقليدية الأوروبية إلى السوق التونسية، مما ينبئ بموسم سياحي مميز. أصدر المجلس القطاعي لنقابات المناجم في ختام أشغاله بالعاصمة بيانا دعا فيه الحكومة إلى عقد جلسة عاجلة للنظر في أوضاع مدن الحوض المنجمي وإيجاد بدائل تنموية ودعم التشغيل وعدم التعويل على شركة فوسفات قفصة لوحدها بعد أن فقدت القدرة على الانتداب. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعليل مباركي، قال إن البيان تضمن أيضا دعوة الحكومة إلى نشر كل مناظرات الانتداب في الشركة من أجل استرجاع الثقة وعدم تعطيل الإنتاج. إيجاد بدائل على فوسفات القفصة، ما عادش إلا نعمل القفصة باش هي تعبر وهي تجاوب على مشاكل التشغيل في القفصة، يلزم حول القفصة حول شركة فوسفات القفصة مشاريع أخرى وإمكانيات أخرى باش تشغل الناس، مش كان فوسفات القفصة. نعم تنجم فوسفات القفصة تساهم معاهم، ولكن مش وحدها، ما عادش تنجم وحدها. جدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بعد اطلاعه عن قرب عن وضعية بعض المنشآت العمومية، جدد تأكيده بأن لا مجال للتفويت في مؤسسات القطاع العام، داعيا الحكومة والأطراف السياسية إلى الجلوس على طاولة التفاوض من أجل التفكير في إصلاح تلك المؤسسات. كلما تطرح وضعية المنشآت العمومية التي تشهد موازنتها المالية انخراما من سنة إلى أخرى إلا ويرفع اتحاد الشغل شعار التفويت في المنشآت العمومية خط أحمر،
اتحاد الشغل تحول اليوم منه العام مرفوقا بوفد النقبي إلى بعض المؤسسات العمومية بجهة بنزرت، ومنها الشركة التونسية لمواد التزييت والشركة التونسية لصناعات التكرير، مؤسستان يؤكد المشرفون عليهما أن موازنتهما المالية تسجلان استقرارا، غير أنه ثمة خشية من المنافسة عبر منح تراخيص للقطاع الخاص في ذات نشاط الشركة التونسية لمواد التزييت، فيما يعد دعم قطاع المحروقات بمثابة الإشكال للشركة التونسية لتكرير النفط. الكل ما يخفى على حد اليوم اللي معناتها المستوى المرتفع لسعر البترول، واللي هو يأثر على الاقتصاد نتاع البلاد ويأثر على ميزانية الدولة، وهذا ماهوش خاص بتونس، يخص معناها جميع البلدان اللي ما عندهاش اكتفاء ذاتي أو ماهيش منتجة ومصدرة للبترول بصفة اللي يتمكنها. كان نعطيو ليزوتوريزاسيون وتراخيص لشركات أخرين باش يجمعوا الزيت. دونك لي ريفوني نتاعها باش ينقصوا بالطبيعه، الموارد نتاعها تنقص، وهذا وقتها تولي تدخل في الاشكاليات. مصنع الفولاذ الذي شملته زياره الامين العام لاتحاد الشغل يشهد وضعا يكاد يكون كارثيا، يبدا من وضعيه المكننه الموصوفه بالبدايه ليصل الى الظروف الصعبه للعمال، علاوه عن موازناته الماليه التي تشهد انخراما وفق عدد من العمال، على الرغم من تاكيد مديره الشؤون القانونيه والاداريه والماليه على ان الصعوبات التي تشهدها المؤسسة ناتجة عن دورها التعديلي في سوق بيع الفولاذ. عندنا ظروف صعبة جدا، عندنا ماتريال قديم برشا نخدموا به، مؤخرا ظروف الشركة تدهورت برشا. خاسرة، صحيح خاسرة كما الشركات العمومية الكل، خاطر هي دورها ريغولاتور دو مارشي، معناتها 2007 2008 معناتها صارت زيادات 300% لي بري دو لاسيي زادوا، وبعد نقصوا 300%، وثما دي سي ام يجتمعوا يطلبوا من الفولاذ باش هي تجيب الحديد وتزود السوق، نتج عليه خسائر كبيره ونتج عليه اونديتمون كبير. الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وبعدما اطلع عن قرب عن وضعية تلك المنشآت العمومية، جدد تأكيده بأنه لا مجال للتفويت في مؤسسات القطاع العام، داعيا الحكومة والأطراف السياسية للجلوس على طاولة التفاوض من أجل التفكير في إصلاح تلك المؤسسات، ضمانا لديمومتها ولعب دورها الاقتصادي والاجتماعي. نعاود نأكد، ما غير ما تخمموا إجوا للإصلاح أراكم باش تفوتوا في القطاع العام، لن يكون لكم هذا، وما غير ما تحلموا به، وهالموضوع هذا يأيسوه ويجوا نقعدوا على الطاولة كيفاش بالمؤسسة، وإحنا منفتحين على الإصلاح، وكيفاش رجعوها لمدارها الطبيعي الحقيقي حتى تكون عندها تلعب دورها الاجتماعي وتلعب دورها الاقتصادي. وفي انتظار الجلوس على طاولة الحوار لفض الصعوبات التي تشهدها المنشآت العمومية، يبقى السؤال متى يتم الحسم في ملف تلك المنشآت التي أصبح عدد هام منها يمثل عبئا ثقيلا على المالية العمومية. في أخبار العالم، حذر مدير المخابرات الأمريكية من نفاذ الوقت أمام الولايات المتحدة لمواجهة التهديد الذي يشكله برنامج الأسلحة النووي لكوريا الشمالية. جاء هذا التحذير على الرغم من تراجع حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية عقب استئناف محادثات بين بيونغ يانغ وسيول، ورغم تأكيد إدارة ترامب تأييدها للتوصل لحل دبلوماسي للأزمة المتعلقة بتطوير كوريا الشمالية لأسلحة نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة، إلا أنها حذرت من أن كل الخيارات مطروحة ومنها الخيارات العسكرية لمنع ذلك. أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي إلى 11 من مارس المقبل النظر في القضية المرفوعة ضد عهد تميمي، أيقونة فلسطين ورمز الصمود والنضال، والتي وقفت اليوم للمرة الرابعة على التوالي أمام القضاء العسكري الإسرائيلي في جلسة عقدت خلف أبواب مغلقة وأبعدت عنها وسائل الإعلام. كيفك يابا؟ حبيبتي. حبيبتي يا عهد، الله يكويك يا روحي، الله معك. حبيبتي يا عهد. كيفك؟ خليك قوية. هكذا استقبلت عائلة الأسيرة عهد التميمي أيقونة الشعب الفلسطيني وعنوان مقاومته وصموده. هكذا استقبلت طفلتها وهي تستعد للوقوف للمرة الرابعة على التوالي أمام القضاء العسكري الإسرائيلي. في جلسة عقدت خلف أبواب مغلقة ومنعت وسائل الإعلام من حضورها ليتم من جديد تأجيل النظر في جملة القضايا المرفوعة ضدها إلى 11 من مارس المقبل، مع الإبقاء عليها ووالدتها قيد الاعتقال حتى موعد الجلسة القادمة.
هذه الصور التي جابت العالم وأججت غضب المحتل الإسرائيلي، والتي تظهر فيها الطفلة الثائرة عهد التميمي وهي تصفع جندي الاحتلال، كانت السبب في إيقافها وتوجيه قائمة طويلة من التهم ضدها تراوحت بين مهاجمة ضابط وجندي إسرائيليين ومهاجمة ورشق قوات الاحتلال بالحجارة في 5 أحداث أخرى، إلى جانب اعتراض عمل الجيش الإسرائيلي والمشاركة في أعمال شغب وتحريض الآخرين على المشاركة فيها. عملية الاعتقال هذه كانت مدخلا لملف مسكوت عنه رغم تعارضه مع معايير القانون الدولي، ألا وهو اعتقال الأطفال القُصّر. هناك ما زال 350 طفل يقبعون في السجون، بينما حالات الاعتقال كانت كبيرة في عام 2017 ما يقارب 2400 حالة اعتقال، هذا مخالف للقانون الدولي، مخالف لاتفاقية حقوق الطفل الدولية، وبالتالي عهد التميمي بالفعل حركت المجتمع الدولي وقالت للعالم انقذوا أطفال فلسطين. مع كل يوم جديد يشهد العالم على الانتهاكات المستمرة للمحتل الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ومع كل يوم جديد تولد عهد أخرى في فلسطين تورث حب النضال والتمسك بالقضية. أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على ضرورة تقديم التمويل اللازم للعراق وسوريا لضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي إلى البلدين. وزير الخارجية الأمريكي جدد كذلك دعوة بلاده لتسوية الخلافات القائمة بين دول الخليج عبر الوسائل الدبلوماسية لما لذلك من أهمية بالغة على أمن الشرق الأوسط. وجاءت تصريحات تيلرسون في افتتاح أعمال اجتماع لبعض وزراء خارجية الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش. ونعود إلى الشأن الوطني، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة نظمت صباح أمس النقابة الأساسية للإذاعة التونسية ندوة علمية حول تحديات وأفاق الإعلام الرياضي في الإذاعة التونسية، وذلك بحضور خبراء في المجال الإعلامي. يعتبر نشر ثقافة الإعلام الرياضي في المجتمع التونسي حاجة ماسة لتعريف الجماهير واللاعبين والمسؤولين والفنيين بهذا الموضوع الهام، لذلك جاءت المبادرة من النقابة الأساسية للإذاعة التونسية في ندوة خصصت لمناقشة دور الإعلام الرياضي وتحدياته وآفاقه، مع التأكيد على مكانة المرأة في المشهد الإعلامي الرياضي. وحابين نعطيو نظهروا أن النقابة عندها مشروع، أنا تحب الثقافة دورها تثقيفي، دورها تربوي، نحبوا نشعوا بال المؤسسة هذه، يعني نحسنوا الرؤية نتاع نقولوا احنا النقابات الأساسية. حبيت حتى من خلال يعني المداخلة مش تكريم يعني أبناء الإذاعة التونسية فقط، بل المرأة في الإذاعة التونسية، المرأة اللي تربيت عليها أجيال، المرأة اللي كانت سباقة في جميع المجالات. الإعلام الرياضي مهم في البلاد، يعني الرياضة معناها في البلاد هي تقرب التوانسة، لابد أن الإعلام الرياضي يعيب الدور الكبير اللي قاعد يقوم بمجهود كبير، الدور نتاع دوره الكبير في نبذ العنف، في نبذ الكراهية، في نبذ التعصب. الندوة التي تأتي في وقت اختارت خلاله منظمة اليونسكو محور الإذاعة والرياضة كشعار للاحتفال بالعيد العالمي للإذاعة، ساهم في إثرائها عدد من الخبراء والأكاديميين الذين قدموا محاضرات من زوايا مختلفة. أنا ركزت في المداخلة متاعي على هذه المسائل، يعني خصائص الإعلام الرياضي، دوره التثقيفي والتوعي والتأثيرات السلبية للإعلام الرياضي الموجه وغير النزيه على المتلقي بشكل عام. حاولنا اليوم أن نركزوا على حضور المرأة الرياضية على مستوى التغطية الإعلامية وحضور الصحفية الرياضية، اللي ما نخفيكم السر أنه تراجع كبير هذا العدد، عدد الصحفيات الرياضيات في الميدان. الرياضة هي الميديا الأكثر تأثيرا في القرن 21، عندما تصبح الرياضة هي الميديا، يعني أصبحنا لا نفرق بين الرياضة والميديا إلى الدرجة أنه في تداخل كبير بين المسألتين، ولكن الرياضة بما أنها ميديا تستطيع أن ترسل رسائل مهمة، وهم هذه الرسائل هو مقاومة العنف. حث وسائل الإعلام الرياضي على بث كل ما هو يطور وينمي ويثقف المتلقي يبقى هدفا رئيسيا للارتقاء بالقطاع والإسهام في تطور الرياضة في تونس. نهاية هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بالعناوين. عودة السياح البريطانيين إلى تونس بوصول أول الوفود إلى مطار فيذا بعد توقف دام نحو 3 سنوات. الطبوبي يؤكد أن المنظمة الشغيلة ستقف بالمرصاد إلى كل محاولات التفريط في المؤسسات العمومية. محكمة عسكرية إسرائيلية تؤجل محاكمة الفلسطيني عهد تميمي مرة أخرى
وتمدد الاعتقال حتى مارس المقبل. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.